بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم او هنعلق على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت الغسيل بتاع المحرك. اتكلمت في كل النواحي الفنيه ازاي الغسل، ايه الحاجات الصح، ايه الحاجات اللي نلاحظها لما نيجي نغسل المحرك من الداخل. جت تعليقات كتير واستفسارات وازاي، وفي ناس انتقدت حاجات معينه. في نقطه بس احب اوضحها، ان الفيديو اللي انا بعمله بحاول على قد ما اقدر يكون قصير. لما بتكلم باسهاب او بشرح او تفصيلات، ناس انت بتطول، انت بتمط في الحلقه، فانا بحاول اضغط على قد ما نقدر المعلومه. اللي بيحصل ان الضغط ده بيخلي بعض المعلومات مش واضحه. يعني في اخ بعد بيقول لي انت ما بتقراش كتالوجات، مش عارف شركه ايه العربيه بتاعتها في الكتالوج مكتوب بتاخد 4 من 10 كل 1000 كيلو، تويوتا العملاقة كاتبة في الكتالوج 5 من 10 كل 1000 كيلو. أكمل لمعاليك يعني إن الجيتا مكتوب فيها برضو حوالي 5 من 10 من لتر كل 1000 كيلو، أدي شهر الكتالوج بتاعها. الأوبل كاتبة أهو الكتالوج بتاع أوبل إسترا 2016 الصفحة 203، كاتبين الحد الاقصى من استهلاك، انا هوضح الصوره هنا، 6 من 10 كل 1000 كيلو. طيب الكلام ده بقى معناه ايه؟ طبعا مش معقوله انا ابقى جايب عربيه كل 1000 كيلو تاخد 6 من 10، يعني معنى كده هي بتاخد حوالي 3 لتر و6 من 10 او 3 او 7 من 10 خزان الكارتير بتاعها غير الفلتر. يعني معنى كده لو حطيت انا زيت سينتاتيك 10000 كيلو، بعد 6000 كيلو هلاقي الزيت خلص. عمر الكلام ده ما حصل. انا شفت مئات السيارات الجديد والقديم منها، العربيه او السياره لو انا محافظ عليها الحفاظ العادي يعني بتبقى عامله 120000 كيلو، الزيت بينقص في ال 5000 كيلو بينقص حوالي ربع لتر نص لتر بكتير. انما انا لو هبص للكتالوج معنى كده ان الزيت هيفضى مني كل 5000 كيلو احط كميه زيت جديد خالص. الكلام ده انا ما قدرتش افهم ايه السبب بالظبط منه. انا اعتقد والله اعلم، يعني انا مش متاكد، او حد عنده تفسير علمي بطبعا مرجع موثوق منه، ان الزيت ده مكتوب بالكلام دوت اعتقد لضمان للشركه، عشان انا ما اجيش مثلا بعد سنه او اتنين اقول له الحق العربيه بتاخد لتر زيت مثلا كل 3000 كيلو، فده نوع من الامان له. المهم مش هنطول، ندخل في الموضوع بتاعنا. امتى بقى ان انا العربيه بتاعتي اقول دي بتاكل زيت او ما بتاكلش زيت؟ لان طبعا في الحلقه اللي فاتت قلنا السيارات اللي بتاكل زيت ما ينفعش يتعمل لها غسيل للمحرك. هنبص الفيديو بسرعه كده. الشنابر كل بيستم متكون من 2 شامبر اللي هم بيلمعوا قدامنا دول، وشامبر اللي تحت اللي هو المخرم ده. المخرم ده اللي هو الثلاثة تحت ده اللي هو بيكسح الزيت. الاثنين اللي فوق دول بيمنعوا نزول العادم، نواتج الاحتراق، الضغط، يحكموا البيستم وهو طالع جوه السلندر. ده كده أول حاجة. طيب الشنابر دي بتتكون من سبايك خاصة من الصلب بتديها مرونة وقوة احتكاك عالية، ما بتتاكلش بسرعة. الشنابر دي بتبقى مرنه، يعني هنشوف هنا في الفيديو لما تتحط في اشبه الشكل اللي شفناه قبل كده، بتبقى اوسع من البيستم، بتبقى مضغوطه جواه عشان لما تتحط يتحط البيستم جوه السلندر تبقى متمدده وماسكه في جدران الاسطوانه. نفس الكلام اللي هو الجزء المخرم اللي هو قلنا بيكسح الزيت. الشامبر نفسه في الفيديو ده كده زي ما احنا شايفين بيطلع وينزل جوه الاخدود، جوه الفتحه او الدائر اللي جوه البيستم نفسه، يعني هو نفسه كمان بيطلع ويدخل زي ما احنا شايفين كده عشان يبدا يكسح الزيت طالع نازل، يمسح الاسطوانه. طبعا مع الاستعمال في اجزاء بتتاكل او بتتحرق من الزيت ده. طيب ادينا فهمنا الشامبر شغال ازاي. انا لو عندي بقى العربيه بتاكل زيت ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هنلاقي لما نفك البوجيه بتاعنا هنلاقي زيت عليه زي ده، طبعا ده جامد جدا، زيت حرق كتير بس هنلاقي عليه اثار زيت.
معنى كده ان الزيت بدا يتاكل، يدخل جوه السلندر، والحرق اللي جوه البيست من جوه ما بيقدرش يحرق الزيت كله، فيبقى في تكثيف زيوت او ابخره زيوت على البوجيه نفسه. لو فتحت غطاء الكارتير من فوق اللي هو بنملى منه، شغلنا المحرك ودوسنا بنزين بسرعه عاليه فوق ال 2000 لفه، لو لقيت ابخره زيت طالعه معنى كده ان في حرق في الزيت. في الحالات المتقدمه بيبقى شكل الشمر عامل كده، الزيت ما بيقدرش يتكسح، بيتحرق، بيحصل رواسب فوق بعض فوق بعض، تبدا بقى الحركه اللي انا كنت قلت عليها في الاول اللي هي بيبقى عامل زي الياي او الزومبوك او السوست او السبرينج، ما يتمددش، يتفتح صح، او يبقى حاكم السلندر صح، يبدا الوضع يتفاقم ويبدا الزيت ينزل زياده ويتحرق زياده ويتاكل زياده. انت بقى لوحدك هتقدر تحدد، انا العمر بتاع الافتراضي بتاع العربيه بتاعتي، اسف مش العمر الافتراضي، العداد الكيلو بتاعي معدي مثلا ال 170 الف كيلو 150 الف كيلو، ابدا ابص بقى، ابدا ابص على البوجيهات، افتح غطاء الزيت من فوق اشوف في بكار زيت بيطلع، التاكل بتاع الزيت اكتر من المطلوب، سيبك من كلمه النص لتر كل 1000 كيلو ده يبقى الموتور باظ خلاص، يبقى العربيه بتدخل على طول دخان ابيض. انا بتكلم اللي هو بتاخد مثلا في حدود ال 5000 كيلو بتاخد مثلا في حدود لتر ونص زيت. يبقى كده كتير. كده يبقى المحرك ده ما ينفعش. اعتقد انا قدرت اوصل برضه الفكره ببساطه، وكل واحد يقدر كده بالاحساس بالسنس هل ده تاكل طبيعي ولا لا. يعني انا بتكلم في حدود ال 5000 6000 تاخد لتر ونص زيت، ده كتير. فانت بالحاجات اللي انا قلتها، البوجيه وتفتح الغطا وتشوف معدل التاكل في دخان ابيض بيطلع من النار، الحاجات دي كلها بتدي مؤشر ان الموتور ده ما ينفعش تعمل له غسيل. غير كده ممكن نعمل غسيل بالفيديو اللي احنا شفناه في الحلقه السابقه، ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.